هل حقاً نزلت مخلوقات فضائية إلى كوكب الأرض بل وماتت ودفنت هنا؟ محقق الظواهر الغريبة جيم موسون فاجأ المسؤولين في جلسة للكونغرس المكسيكي بتقديم جثتين زعم أنهما تعودان لمخلوقين غير بشريين وسط ذهول الجميع. ادعى الباحث أن الجثتين تم استعادتهما من منجم في كوسكو ببيرو المكسيكية، مؤكداً وفريق بحثي أن تكوينهما الجيني يختلف عن الإنسان بنسبة 30%. وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن تحاليل الكربونية التي أجرتها جامعة الأمم المتحدة الوطنية للمكسيك UNAM أشارت إلى أن الجثتين تظهران بأيدي وأقدام مكونة من 3 أصابع فقط ولا تمتلك أسناناً، كما أن لهما رؤية ثلاثية الأبعاد وأنهما تعودان لألف عام أو أكثر. الباحث موسن قال إنه سواء عادت الجثتان لمخلوقين فضائيين أو لا، فإنهما كائنين ذكيين عاشا معاً، وإن البشر ليسوا الوحيدين في هذا الكون الشاسع. وبعد مشاهدتك لما عرضه الباحث المكسيكي، هل تعتقد بصحة مزاعمه؟